صباح الخير يا جميلة، عاملة ايه؟ أنا كنت عايز أتكلم معاكي في موضوع، كنت عايز أقولك على حاجة ما ينفعش أقولها لحد غيرك، عشان لو قلتها لأي حد غيرك مش هيفهمني أو هيفهمني غلط، حتى بابا وهالة وطنط ليلى. عارفة طنط ليلى ديت لو كنت عرفتيها كنت هتحبيها قوي، بتفكرني دايما بالسحارة الطيبة، عارفاها السحارة الطيبة اللي بتطلع في الحواديت بتاعت العيال الصغيرين. المهم مش عارف ليه يا جميلة، أنا من ساعة ما قلت الكلام ده كله لأمي، مع إنه كان كلام قاسي قوي، أنا نفسي معرفش أنا قلته إزاي، بس ارتحت ارتحت، مع إني عمري ما كنت متخيل إن أنا هرتاح بعد ما مشيتي، بس ارتحت. ارتحت لما قلت لها كل اللي انا كاتمه جوايا ناحيتها، بس هي صعبانه عليا قوي جدا والله. انا اصلي ما انتي وحشتيني جدا على فكره، وحشتيني قوي، وحشتني بصتك ليا، مع اني بشوفها لما البنت جميله بتبصها لي، وحشني كلامك، وحشتني ضحكتك. وانتي ليه ما بتطلعليش في الحلم يا جميلة؟ انا زعلان منك على فكرة، انا عايز اقعد معاكي واتكلم معاكي، عايز المسك يا جميلة. بتعليلي في الحلم والنبي، الله يخليكي.